شنو هي التوقعات ديالكم النتيجة ديال المباراه اللي غتكون غدا ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي على هامش كاس العرب اللي مقام في قطر؟ التوقعات ديالنا انا كنتوقع بلا المنتخب المغربي ان شاء الله غادي يربح المنتخب الجزائري، كما ان هذا الماتش راه هو الديربي ما بين المغرب والجزائر، وفي المباراه اللي قبل كلا الفريقين المغرب المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري قدموا اداء زوين، فالمنتخب المغربي قدر يحصل على العلامه الكامله في ثلاثه ديال الماتشات، قدر يربحهم بثلاثه ومارك 9 ديال الاهداف، اما بالنسبه للمنتخب الجزائري ففي ثلاثه ديال الماتشات قدر يسجل 7 ديال الاهداف على ما اعتقد، وتلقى في المرمى ديالو هدف واحد، فبالنسبه للاحصائيات فالاحصائيات كتقول بان المنتخب المغربي هو المنتخب المتاهل باش اللي يقدر يربح، ولكن حنا ما غاديش نحكموا دابا حتى نلعبوا الماتش ونشوفوا داك الشيء، وغادي نقول رساله للعابه ديال المغاربه، فكنتمنى يلعبوا بالنفس وبلا غرينتا وبالاراده باش يربحوا المنتخب الجزائري، حيت اخر ماتش كنا لعبنا معاهم في مراكش كنا ربحناهم 4-0 وكنتمنى نعاودوا نربحوهم. صراحه هو توقعات ان الماتش غيكون صعب لحقاش الجزائر معروفه حتى هي بالقوه ديالها وباللاعبين اللي عندها، ولكن حتى المغرب هذا العام بين واحد المستويات اللي هما مستويات قويه سواء على المنتخب الاول ولا المنتخب الرديف. التوقع ديالي ان المغرب هي اللي غتفوز في هذه المقابله ان شاء الله. واش يمكن يعني يحقق نفس النتيجه اللي حققها ملي ربح الاردن وفلسطين ب 4-0؟ ما كنظنش، الجزائر منتخب اللي هو قوي حتى هو عنده كتله ديال اللاعبين ديالو، وانما المغرب عنده حتى هو النجوم ديالو اللي يقدر يحقق انجازات كبيره، وانما ما كنظنش غتكون النتيجه اللي هي نتيجه عريضه، غتكون النتيجه اللي هي 2-1 و1-0 بحال هذا الشكل. المغرب غيلعب واحد اللعب اللي هو رجولي، اللعب اللي غيتقاتلوا النيت، هذا الشيء اللي كنظن انايا. يعني الناس دايرين الثقه ديالهم في المنتخب وفي عموته؟ حنا تايقين فيه، انا كموقف شخصي تايق في عموته وتايق في الاطر التقنيه ديال المنتخب المغربي. كيف ما كنعتقدوا كلنا عندنا الثقه في اللاعبين كاملين ديال المنتخب الوطني الرديف، والنتيجه المتوقعه هي 4-0 كيف ما ديما الطريفه اللي في هذه المسابقه، ونتمنوا ان شاء الله كيف ما فاز فريق رجاء بيضاوي بهذا الكاس بكاس العرب للانديه يفوز المنتخب ان شاء الله الوطني بكاس العرب للمنتخبات ان شاء الله. وكيف ما قلنا عندنا منتخب قوي بجميع اللاعبين، راه شفنا لي دوز ايكيب حتى الدوزيام ايكيب اللي لعبات كونتر السعوديه راه اداء رجولي تبارك الله من الحارس المرمى حتى راس الحربه، وكنتمنوا ان شاء الله كيف ما قلنا تكون مقابله تسود على الروح الرياضيه، وديما اسود كيف ما كنقولوا ديما اسود ان شاء الله راه غادي يجي. ان شاء الله غادي تكون واضح بين المغرب ان شاء الله غادي يفوز بواحد النتيجه ايجابيه، حيت عنده اللعابه اللي قدو يحقوا لنا الانتصار والفوز ان شاء الله. عموش راه داير خدمته، جايب داير ايكيب زوين تبارك الله. اش نقول لك، كنتمنى المنتخب المغربي الفوز بشي نتيجه تكون ايجابيه واحد 4-0 ان شاء الله. كتقول بانه غادي يربح ب4؟ هذه مساله واضحه، عندنا منتخب زوين، عندنا مدرب واعر، علاش لا؟ ان شاء الله نربحوا بشي نتيجه ايجابيه. ربح الفلسطين والاردن ب4 وربح السعوديه ب1. الجزائر فريق كبير، ولكن عندنا منتخب اللي طاح في المقلة يتشقلع. فيما يخص المباراه ديال غدا ما بيننا وبين الاشقاء ديال الجزائر، فانا كنظن اللي الفريق قوي هو اللي غيربح. الحمد لله عندنا منتخب زوين بالفرقه ديالو بالمدرب، عندنا راه عموته راه معروف بالالقاب، والفرقه راه في هذا الماتشان اللي شفنا ديال الاول والثاني والثالث تبارك الله راه عندنا فرقه زوينه، وان شاء الله يكون خير. بالنسبه للتشكيله ديال الفريق المغربي كيفاش كتشوفها؟ تشكيله زوينه، الدراري زوينين، لاعبين على القميص، الروح الوطنيه حاضره، الانسجام، اللعب، التكتيك، كل شيء كاين، جميع ما يمكن زعما اللي بغيتي كاين. شحال في نظرك غادي يفوز المغرب الا فاز؟ هو بالنسبه للنتيجه ما نقدرش نقول لك، الله تعالى لو اعلم. بالنسبه راك عارف دابا لان الا جينا نشوفوا الماتش ديال غدا راه ماشي مثلا تلقى مع مصر، ولا نظرا ماشي حنا كنهضروا زعما حيت غنلعبوا مع الجزائر، هو كاين واحد شويه لانه فهمتي كيفاش؟ دابا الماتش ديال غدا بحال غادي نلعبوا الفينال. شنو كتجي واقعيا فهمتي؟ يعني إلا كان مثلا إلا كنت أنا مثلا جوار وغنلعب مثلا واحد الجهد، ولكن ديال غدا غندوبلو فهمتي كيفاش؟ غيولي الجهد ندوبل عند اللعابة،
يعني ان شاء الله راح تكون نتيجه زوينه. ضغطوا ابونا وفلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.